السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. سي بالرجاء عن النهج الديمقراطي. اليوم حدا مسرح عفيفي في إطار وقفة احتجاجية تنديدا ولا استنكارا بتصريحات ترامب، ألا وهي نقل عاصمة عاصم سفارة أمريكا إلى الأقصى يعني القدس. أشنو اللي تقدروا تقولوا لنا في هذه المناسبة؟ كنظن هذه الوقفة الاحتجاجية بمدينة الجديدة من طرف الهيئة الديمقراطية الحقوقية والسياسية والنقابية، الاحتجاج والتنديد بالقرار ديال الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية للقدس. وبالنسبة لنا احنا في هذا الإطار كان ندو بهذا القرار هذا، وكنعتقدوا على أساس أنه قرار اللي هو قرار يعني في العمق القضية الفلسطينية، وبالتالي كيخدم المصالح ديال الصهيونية. حنا كنحتجوا على هذا القرار وكنعبروا بالمناسبة على التضامن ديالنا الشعب الفلسطيني من أجل الحقوق ديالو العادلة والمشروعة، وفي المقدمة ديالها الحق في العودة والاستقلال الوطني الفلسطيني والتحرر والحرية وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على كافة التراب الفلسطيني. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السي عبد الغفور شرق، محامي بهيئة الجديدة وكاتب إقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. اليوم كاينة وقفة احتجاجية أمام مسرح عفيفي تضامنا مع سكان الأقصى. بغيناكم تقربونا شوية أكثر من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بتنسيق مع جميع الهيئات والجمعيات الحقوقية بالإقليم. الآن حقيقة هذه الجمعيات وهذه الهيئات ممتلة في هذه الحلقة، جاءت كلها من أجل التنديد بالقرار المشؤوم الصادر عن الإدارة الأمريكية في شخص رئيسها المشؤوم أيضا دونالد ترامب، والقاضي بجعل أو بالاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية للشعب الصهيوني، وتمهيدا لنقل السفارة الأمريكية إلى هذه المدينة المجاهدة. ضد هذا القرار وضد هذا السلوك الذي أتته أمريكا والذي يأتي في إطار تنفيذ السياسة الصهيونية، والذي يأتي أيضا في إطار تنفيذ المشاريع الصهيونية التي تتزعمها إسرائيل على اعتبار أن هذه الدولة أو هذا الكيان هو يقود العالم بالوكالة أو يحكم العالم بالوكالة، ويتزعم هذه الوكالة الإدارة الأمريكية التي تسعى إلى تنفيذ جميع مشاريع هذا الكيان. اليوم نحن هنا من أجل أن نقول لهذا الكيان ونقول للإدارة الأمريكية لا لجعل القدس عاصمة لهذا الكيان، بل القدس ستبقى دولة مدينة عربية ومدينة إسلامية قبل أن تكون عربية منذ التاريخ إلى الأزل وإلى أن يرتضى الله الأرض من عليها. اليوم الكل واقف هنا ليشجب ويندد بهذا القرار، وينود أيضا بصمت الحكام وصمت الحكام العرب عن هذه الفضيحة التي جاءت بها الإدارة الأمريكية، هذا الصمت الذي غير المبرر والذي لا يمكن قبوله من الشعوب. اليوم الشعوب تخرج إلى الشوارع للتنديد، لا نملك إلا التنديد، لا نملك إلا الخروج إلى الشوارع طالما أن الحدود مقفلة وطالما أن الحكام لا يمنحون لهذه الشعوب أن تعبر عن إرادتها باللجوء أو بجميع الوسائل التي من شأنها أن تحرر المسجد الأقصى. اليوم المسجد الأقصى يستغيث، المسجد الأقصى يستغيث ويستغيث لمن ينصره. نتمنى أن تكون هذه الحشود ونتمنى أن تكون هذه الخرجات إشارة قوية بل رسالة إلى كل هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم سيحكمون العالم وبأن ليس هناك من يردهم، بل على العكس نقول لهم بأنه الشعوب إذا عجز الحكام عن ردهم فإن الشعوب قادرة على ردهم وقادرة على دفع كل ما يحيكونه ضد المسجد الأقصى وضد القدس العربية الإسلامية. أستاذ عبد الغفور شرق، شكرا لك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي محمد ليتو رجدال، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة. كما أشار الأستاذ عبد الغفور شرق، فأنتم هنايا كتمثلوا
الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في اطار جبهه ديال القوى الديمقراطيه كلمه بهذه المناسبه. اولا تحيه للمنبر ديال الجديده نيوز على المواكبه ديالو لمجموعه ديال القضايا التي تهم قضايا الشعب المغربي بشكل عام، والقضيه الفلسطينيه راه تعتبر جزء لا يتجزا من قضايا من قضيه ديال الشعب المغربي باعتبار ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه وطنيه. بعيدا دائما عن لغه الخشب، نؤكد على ان القرار الامريكي القاضي بنقل سفاره الكيان الصهيوني الى القدس لا نقول بانه هو النقطة التي أفاضت الكأس بقدر ما نقول على أن الإشكال لا يتمثل هنا، الإشكال بدأ منذ 48 منذ احتلال الكيان الصهيوني لأراضي فلسطين، وبالتالي بالنسبة لنا نندد سواء كانت عاصمة الكيان الصهيوني بيافا أو كانت بأريحة أو كانت بدير ياسين أو بأي مدينة من المدن الفلسطينية، نؤكد على أن هذا شيء مرفوض، وبالتالي نؤكد على أن كل الناعقين الآن وكل الذين خرجوا بالأمس، هناك من كان يطبع مع الكيان الصهيوني بالأمس، كان هناك من يستقبل الكيان الصهيوني بالبرلمان المغربي بالأمس، كان هناك من فتح معابره وفتح موانيه لدخول السلع الإسرائيلية بين مليون قوس إلى أراضينا، واليوم خرجوا يتنافخون ويتباكون لشرفهم. نقول يا لخستكم ويا لندالتكم، القضية الفلسطينية هي قضية وطنية، وبالتالي النضال يجب أن يكون من أجل إخراج الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وعودة اللاجئين. قانون ديال عودة اللاجئين لم يعد أحد يتحدث عنه بعد 67، أين اللاجئين الفلسطينيين؟ أين لاجئي الشتات؟ لم يعد أحد يتحدث عنه. نؤكد الآن على أن القضية الفلسطينية هي قضية جزء لا يتجزأ من قضية ديال الشعب المغربي، ونؤكد على أن هذه الوقفة ما هي إلا الاستنهاض للرأي العام الوطني والدولي، لنؤكد على أن ما يقوم به الآن دونالد ترامب لا يخرج عن ما قام به سلفه، ولا يخرج عن ما قام به الرؤساء الأمريكيون، وما يخرج عن ما قام به بلفور في وعده المشؤوم ديال سنة 1948. أما الآن الحديث على هذه المسألة، نؤكد على أن هذه فقط هي مسار اللي بدا من 1948، وبالتالي نؤكد نحن كجمعية مغربية لحقوق الإنسان على أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية، ونؤكد على أن لا بديل عن ديال الأراضي ديال 67 وعودة اللاجئين، وحل اللي هو طرحينه دائما بالنسبة لنا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، هو أن القضية الفلسطينية هي قضية ديال الشعب، اغتصبت أرضه ديال الشعب، انتزعت منه أرضه، وبالتالي نقول للذين رهنوا على أصله وللذين رهنوا على المؤتمرات التي كان فيها حكام العرب كلهم يبيعون في القضية الفلسطينية، على أن الآن أصبح الصباح ويتبدى جليا، على أن القضية الفلسطينية اليوم هي قضية ديال حكام عرب باعوا فلسطين، هذا هو الدليل. ما كاينش جامعة عربية، هناك مجموعة ديال الحكام العرب باعوا القضية الفلسطينية. تحية. شكرا لك أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام سي عبد السلام الكار، مدير موقع الإلكتروني جديدة نيوز. السلام عليكم سي عبد السلام عسال، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الدار البيضاء سطات، جهة الدار البيضاء سطات. سي عسال، أنتم كمكتب جهوي للجمعية حاضرين في إطار الجبهة الديمقراطية، جيتوا لمناصرة الأقصى ونديد بالقرار الجائر، نخليكم بنبرتكم وبأسلوبكم تعبروا لنا على هذه الوقفة هذه. أولا تحية عالية خاصة جدا لموقع جديدة نيوز على مواكبته لنضالات ديال الشعب المغربي بصفة عامة، ولنضالات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفة خاصة سواء على مستوى وطني أو جهوي أو محلي. احنا كمكتب جهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حاضرين في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من القوى الديمقراطية ومن القوى الحقوقية في مدينة الجديدة للتعبير عن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرافض بشكل تام لقرار الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا قرار الرئيس الأرعن دونالد ترامب لتحويل القاضي بتحويل عاصمة الكيان الصهيوني إلى القدس العربية، القدس المدينة
التاريخية، مدينة كل الأديان وكل الديانات، ومدينة كل مدينة البشرية كنعتبرها أنا شخصيا. وبالتالي فنحن ندين بكل قوة وبلهجة شديدة هذا القرار المتعجرف الذي لن يصب إلا في خدمة المزيد من التوتر في المنطقة. احنا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان دائما كنا وما زلنا وسنظل نساند الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير وفي استقلاله الذاتي وفي إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف. احنا كنرفض رفضا تام هذا القرار الجائر، هذا القرار ديال الإمبريالية الأمريكية، هذا القرار اللي ممكن له إلا أنه يخلق المزيد من الحروب في المنطقة والتوتر. وبالتالي فنحن ندينه بكل قوة، وفي نفس الوقت نعبر عن تضامننا التام واللامشروط مع الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني المقاوم. كنعتبر في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن دونالد ترامب الرئيس اليميني المتطرف النيوليبرالي لأمريكا ما كان بإمكانه أن يقدم على قرار من هذا النوع لولا تواطؤ الحكام العرب والأنظمة العربية الرجعية والأنظمة الإسلامية الرجعية، وكذلك لولا تواطؤ الأمم المتحدة والمنتظم الدولي. نحن من هذا المنبر، من داخل هذه الوقفة الاحتجاجية التضامنية اللي هي خطوة أولى في طريق ديال توسيع دائرة التضامن الشعب الفلسطيني، نطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار ونعلن عن استمرار النضال ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب كافة القوى الديمقراطية والحية في بلادنا وفي العالم من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، من أجل مساندة وإسناد ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله الوطني التحرري المشروع، من أجل تحرير أرضه، كامل أرضه، من أجل استقلال فلسطين، كل فلسطين وعاصمتها القدس. وتحية للأخ والصديق عبد السلام حكار مدير موقع الجديدة. إذن في انتظار أنكم كقوى ديمقراطية تضامنوا مع الشعب الجديدي في المحن اللي كيعاني منها كالمستشفى الإقليمي والمحاكم وإلى آخره. تحية نضالية. شكرا لك، وحنا مستعدين لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل أن ينال سكان ديال المدينة الجديدة كامل الحقوق ديالهم أمشاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم كريم والصفة؟ محمد عبد النجار، عن جلو عن الهيئة المغربية لأسرة قضايا الأمة. بالنسبة لكم أنتم هذه الوقفة هذه، نخليك أنت بأسلوبكم بتعبيركم بكلماتكم تقربوا المتتبعين هذه القضية. نحن كهيئة مغربية نسس قضايا الأمة، تخصصنا هي قضايا الأمة والدفاع عن حرمات الأمة. نقف اليوم مع كل مكونات مدينة الجديدة، ونقول أغلب مكونات مدينة الجديدة، أكثر من 15 هيئة حاضرة معنا اليوم، هيئات حقوقية، سياسية، جمعوية. وقف اليوم وقفة رجل واحد لنقول لا للقرار الذي اتخذه ترامب، قرار جائر، لأن الهدف منه هو تشتيت وحدة الأمة، والهدف منه هو ضياع القدس. القدس نقولها وبكل قوة، القدس لن تضيع. القدس لها رجال يحمونها ونحن منهم. هناك في فلسطين الخط الأول للدفاع، ونحن هنا الخط الثاني للدفاع. سنبقى نتشبث بأن القدس هي العاصمة الوحيدة والدائمة والأبدية لفلسطين، وسنبقى نناضل حتى تحرر كل فلسطين إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم كريم والصفة؟ عبد الرحيم شهبي، عضو حزب الأمة. اليوم وقفة احتجاجية تضامنا مع الأقصى، تضامنا مع القدس، تضامنا مع الساكنة المقبورة هنالك والشهداء، وهذا ضد هذا القرار ديال ترامب، ألا وهو نقل السفارة إلى القدس، وهي بطريقة أو بأخرى تصبح القدس عاصمة ديال الكيان الصهيوني. أشنو اللي غادي تقدروا تقولوا لنا بلسانكم نتوما؟ ترامب أطلق رصاصة الرحمة على ما سمي بمسلسل السلام، وفي ذلك فائدة، لقد سقط الجميع، سقطت الشرعية الدولية لأنها تكرس حقوق منقوصة
ومهينة للحق الشعب الفلسطيني. سقطت كذلك الرسميات العربية لأنها عبر تاريخها الطويل كرست ما نسميه بمسلسل الخيانة، مسلسل الدل والعار والتفريط بالحقوق الشرعية. اليوم هو زمن الشعوب، الشعوب المناضلة، زمن حركات المقاومة وحركات الممانعة هي التي تستطيع أن تعيد هذا الحق الفلسطيني المغتصب. أكبر خدمة يمكن أن نقدمها للفلسطينيين وهم يقاومون هذا القرار المجرم القاضي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، هو أن نقاوم مركب الاستبداد والفساد والتبعية في بلادنا العربية. لا يمكن أن نحقق أي انتصار في ظل هذا الارتهان للديكتاتور العربي وللمستبد العربي. إذا لم نتحرر من استبدادنا الداخلي فإننا سنبقى نراوح مكاننا. التحية للشعب الفلسطيني وهو يناضل ويواجه كل طغاة العالم والخزي والعار، لكل المتخاذلين الذين يفرطون في هذا الحق التاريخي، وتحية نضالية لكل الصامدين. إلى قلنا لكم من هذا المنبر نداء الحكام العرب. ففي الحقيقة أن الحكام العرب الذي لا يملك شيء لا يستطيع أن يقدم. الحكام العرب رهنوا أنفسهم في كثير من القرارات الدولية وليست أمامهم خيارات، ولكنهم أمام إكراهات كبيرة. ما يمكن الخدمة التي يمكن أن يقدمونها هي أن يتركوا للشعوب حقهم في التظاهر، حقهم في التواجد في الفضاء العام. نقول لهم لقد سقط جدار الخوف، واليوم بأن الشعوب يجب أن تقف وجها لوجه أمام كل القرارات التي تغتصب حق حقوقنا التاريخية في فلسطين. شكرا لك سيدي على التوضيح.